أكد ممثل التيار المدني ياسر الهواري أن حرية تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية. وخلال لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد الهواري أن حرية تداول المعلومات هي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات، هو ما اتفقت عليه الأسرة الدولية منذ 77 عاما، هو ما أقره دستور 2014. فلسفة الحوار اللي هو الطريقة الوحيدة الآمنة لحل المشكلات العالقة، يعني لو في خلافات سياسية أو اختلافات في وجهات النظر حوالين أولويات الإنفاق أو يعني القضايا اللي بيناقشها الحوار الوطني، عندنا طريقتين لحل الخلافات طول الوقت، إما الحوار أو الصراع. الطريقة الآمنة هو الحوار. فيبقى بنبتدي منين؟ بنبتدي منه تمام يا جماعة احنا مختلفين في الرأي، طب تعالوا نقعد نتكلم ونتناقش. والحقيقة دي علامة على نضج المجتمعات، لما المجتمعات بتنضج ما بتتصارعش قد ما بتتحاور وبتوصل لحاجة أرضية مشتركة نقدر نتكلم منها كلنا، وفي الآخر احنا جمعنا قضية أرضية مهمة جدا هي أرضية الوطن. ففي النهاية احنا أهمية الحوار إنه الآلية الوحيدة لحل الخلافات. جدواه احنا النهاردة بقالنا 10 سنين بنكلم، يعني بنكلمنا جزر منعزلة ما بنكلمش بعض. فجدوى الحوار ايه؟ جدوى الحوار ان احنا نوصل صوتنا ورأينا للسلطة والسلطة ترد علينا بالمعلومات اللي عندها.